أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية أن رؤية تطوير قطاع الخدمة المدنية تقوم على تعزيز الأداء الحكومي باستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على الابتكار والإبداع والتغيير على النحو الذي يخدم أسس التنمية المستدامة في منظورها الشامل. جاء ذلك لدي تفضل معاليه صباح اليوم بتدشين استراتيجية معهد الاداره العامة 2016-2018 بحضور عدد من اصحاب السعاده الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والمدعوين وقال معليه ان الاستراتيجيه الثلاثيه للمعهد تركز على تقديم الخدمات المواكبه للتطلعات التنمويه وتطوير الاداره للموارد الممكنه لتوفير هذه الخدمات وصناعه السياسات والاستراتيجيات الضامنه لتحقيق التنميه المستدامه واوضح عليه انه من المهم الاعتماد على الخطط الاستراتيجيه للمساهمه في رفع الاداء الحكومي خاصه في ظل العوامل المحيطه المختلفه التي تؤثر في منظومه العمل الامر الذي يحتم على الوزارات والجهات الحكوميه مواكبه التغيرات كي تستطيع ان تحقق الاهداف التي تكون في مجملها التزام الحكومه ببرنامج عملها وتابع معليه قائلا ان معهد الاداره العامه استطاع منذ تاسيسه ان يحقق التكامل المنشود بين الوزارات والجهات الحكوميه المختلفه وهو ما يؤكد تحول المعهد وفي وقت قياسي من مشروع وليد الى بيت خبره وطني وشريك فعال في التطوير واستطاع حتى نهاية العام 2015 تدريب أكثر من 21 ألف موظف حكومي أي ما يعادل حوالي 46% من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام وأشار معليه إلى أن مجلس الخدمة المدنية حريص على مساندة المعهد في إنجاح برامجه لا سيما برنامج ماجستير الإدارة العامة الذي يعد أول برنامج مهني أكاديمي على مستوى المملكة والذي تم تصميمه وفقا لدراسه الاحتياجات ومنها التعرف على مدى الحاجه للبرنامج واثره في تطوير العمل الحكومي كما يعول على البرنامج دمج الخبرات العمليه بالجوانب الاكاديميه المرتكزه على الاسس العلميه السليمه وقد تم خلال الحفل تكريم خريجي المعهد في مختلف البرامج والبالغ عددهم 300 موظف من مختلف الوزارات والجهات الحكوميه من جانبه توجه سعاده مدير عام معهد الاداره العامه الدكتور رائد محمد بن شمس بجزيل شكره وتقديره الى معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفه على دعمه الدائم ومساندته اللامحدوده للمعهد ولبرامجه التي تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمه المدنيه ومنتسبي هذا القطاع من ابناء مملكه البحرين في العام 2009 أميط عنه اللثام لتنجلي ملامح العزم على التطوير وارتياد الافاق في الاداره والقياده. ولأنه على قدر اهل العزم تاتي العزائم، اتى معهد الاداره العامه ليميط لثاما اخر عن خارطه طريق جديده بخطوط طول وعرض تواكب ركب التجدد والتطور. اليوم استراتيجيتنا تركز على اربعة نقاط رئيسيه. على تطوير الخدمات للمواطنين والمقيمين على تطوير إدارة الموارد سواء البشرية المالية وغيرها من الموارد على صناعة سياسات حكومية مبنية على أدلة صحيحة وعلمية والأخير التغيير دائما موجود فهل عندنا إمكانية أن نقوم بإدارة التغيير الإدارة الصحيحة ويكون عندنا الإبداع في إدارة هذا التغيير؟ أكثر من عشرين ألفا تم تدريبهم يمثلون القطاع العام وشراكة مع أكثر من ستين جهة ومؤسسة في الدولة بهذا يكون المعهد سببا رئيسا في زيادة الإنتاج وهذا ما لمسناه خلال ما تم عرضه في حفل اليوم من مشاريع وتجارب كان لها الأثر البالغ في ضمان جودة الأداء الحكومي طبعا احنا شاركنا في المعهد في دورة تهيئة للقطاع العام وكان من متطلبات هذا هذه الدوره ان نقوم بمشروع تخرج ومشروعنا كان تحت عنوان حفظ وترميم الخرائط اللي قدرنا من خلاله نحقق مبدا من مبادئ برنامج العمل الحكومي وتوفير مبلغ اكثر من مليون و الف دينار بحريني. البرنامج تكون من عدة دورات كل دورة كانت ذو مجال واختصاص مختلف إذا طبقنا كل هذه المجالات والاختصاصات في مجال عملنا أكيد راح نعمل على تنمية وتطوير العمل الحكومي مرحلة جديدة من التغيير كان حفل اليوم بمثابة نقطة انطلاقة لها يأمل المعهد من خلالها أن يحتل موقع البحرين في مقدمة مواقع دول العالم على الرغم من تقدمها أصلا في الوقت الراهن. ها هم عشرات الخريجين ينضمون لقافلة التغيير الإيجابي المتجهة نحو هدف معهد الإدارة العامة وهو أداء حكومي متطور لتنمية مستدامة. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.